للمزيد حول تسليم النظام السوري قائمة ب46 شخصا قضوا تحت التعذيب في سجون النظام ببلدة دير العصافير بريف دمشق، ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري السيد رضا سطيف. أستاذ رضا، بداية مرحبا بك. منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أفادت أن إدارة مخابرات النظام السوري قامت بتسليم أسماء 46 شخصا قضوا منذ عام 2018 من بلدة دير العصافير بريف دمشق. السؤال، لماذا لم يسلم النظام جثامين من قضوا؟ مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم جميعا. بداية، هذه القائمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، هي قائمة من سلسلة طويلة من القوائم التي تم تسليمها. في هذه المرة أقدم النظام على تسليم قائمة بأسماء من استشهدوا تحت التعذيب. في المرات السابقة لا يعلم الأهل مصير أبنائهم نهائيا إلا عند مراجعتهم للسجل المدني أو استخراج بيانات عائلية أو فردية لأفراد العائلة، ليتفاجئوا بكلمة متوفى بجانب اسم المعتقل. هكذا كانت الأخبار تصل إلى أهالي المعتقلين. في هذه المرة قام النظام بتسليم هذه القائمة. هذه القوائم كانت من ضمن التصفيات التي تمت على مدار العشر سنوات، سواء في سجن سيد نايا أو في المعتقلات السرية التي فتحها النظام في المناطق الموالية له أو في بعض أو ولكن من العادة إثبات وفاة المعتقلين ليس فقط عن طريق يعني بيانات معلومات عن الأقارب أو ذوي المعتقل، ولكن هناك جثة تسلم، يعني لماذا تتم دون تسليم جثامين؟ سيدي، لا يوجد جثث. هذه الجثث إما كما كشفنا بالتحقيقات السابقة منذ عدة أشهر تم إحراقها أو رميها في مكبات، حقيقة هي مكبات للجثامين، أو تم إجراء بعض التحاليل الطبية عليها أو تم بيعها للتحاليل الطبية، وهذا ما ثبت مؤخرا في بعض التقارير عن بعض الضباط الذين سربوا هذه المعلومات مؤخرا. من يوجد جثمانه قد يتم تسليمه أو يتم الإعلام عن مكان دفنه، أما في الغالبية وهم تقريبا 90% لا يتم تسليم جثامين، فالجثامين كلها تم إحراقها أو رميها في مكبات للجثامين. طيب أستاذ رضا، بحسب المركز فإن العديد ممن قضوا كانوا قد يعني بقوا في البلدة بعد اتفاقات التسوية، على ما يدلل ذلك برأيك؟ سيدي، هذا الكلام وعبر قناتكم الكريمة أنا كررته مرارا وتكرارا، هذا النظام لا عهد له ولا ميثاق له. من لم يستطع أن يجبرهم أو يتم اعتقالهم بالقوة جاء بطريقة السياسة أن بعقد الاتفاقات أو المصالحات، بتعيين لجان للمصالحات، هم بالحقيقة لجان مخابرات للإعلام، فلان وفلان وفلان هم الناشطون، هم القائمين بالحراك السلمي في بالثورة السورية، يتم تصفيتهم لاحقا بهذه الطريقة أو غيرها، كما حصل في درعا وكما حصل في ريف دمشق، في أرياف دمشق وليس فقط. طيب، في ريف دمشق. نعم، في السياق، وكالة رويترز كشفت عن احتجاز السلطات في لبنان المئات من معتقلي الرأي السوريين، إلى أي مدى ترى أن هناك تنسيقا عالي المستوى بين عدد من قيادات الأمن التي يعني تسيطر عليها ميليشيا حزب الله وبين النظام في سوريا، وهو ما يظهر في تلك الاعتقالات؟ نعم سيدي الكريم، النظام واحد في سوريا ولبنان، والقيادة واحدة هي في سوريا ولبنان، هي تنفيذ أجندة خارجية نحن نعلمها جيدا، أنا وأنتم وكل من يراقب المشهد السياسي في سوريا ولبنان والعراق، حتى يعلم من هو الفاعل المعنوي الحقيقي لهذه الجرائم، ومن هو الفاعل الحقيقي لهذه الاعتقالات التي تتم. هو نظام واحد، لكن تختلف الأشخاص أو تختلف الدول فقط. المنفذ الحقيقي هي إيران، وهي أذرعها النظام السوري وحزب الله وغيرها من الميليشيات، سواء في العراق أو في سوريا أو لبنان. هذه السياسة الممنهجة التي لا تفرق نهائيا في ثلاث دول المذكورة هي المتبعة منذ زمن، واليوم هناك بعض الحراك في الساحل الغربي والجنوبي في لبنان، حتى اللبنانيين ذاتهم تم تهديدهم من قبل حزب الله، يتفاجأوا اليوم
بقيام عناصر مكتب الأمن القومي بالاعتقالات وتوجيه البنادق حتى على اللبنانيين ذاتهم. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ رضا سطيف، كنت معنا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري.